السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وطبعا موضوع الزكاة أمر واسع جدا جدا فوق ما يتخيل الكثير من المسلمين والمسلمات، وفي كل عام بيصير خلاف رهيب جدا جدا من أهل العلم، من يقولون بأن الزكاة تجزئ، هي زكاة الفطر، تجزئ يعني نقود، يعني فلوس، يعني جنيه، يعني ريال، يعني دولار. أقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أنا لما هاجي أعمل أمر النبي ما عملوش، يبقى أنا كده أقدم قولي وفعلي على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إحنا معانا أنواع الزكاة سبعة، ما هماش بس يعني إيه، ما هي زكاة الفطر فقط، وأقل نوع في أنواع الزكاة هي زكاة الفطر، لكن الناس بتقيم المعارك في كل سنة، وده يقول قال الإمام فلان وده الإمام علان. يا جماعة، لما نقول سيدنا النبي قال، يبقى لا نجيب أبو حنيفة عليه رحمة الله، ولا الإمام الشافعي، ولا الإمام أحمد بن حنبل، ولا غير إيه هؤلاء. أول حاجة، الزكاة معروفة الأنواع اللي النبي عليه الصلاة والسلام حددها لنا، وطبعا بتكون من غالب كوت البلد، من الحبوب، ما يكونش نقدا. يعني من أهل العلم من قال إذا كانت نقدا أنت هتودي للفقير فلوس، هذه لا تجزي بل تحسب لك صدقة. وفي ناس بتخرجها من أول شهر رمضان. وطبعا زكاة الفطر هذه بتكون طهرة للصيام بتاعنا. يا جماعة، لما بنتم الصيام وبتغرب شمس آخر يوم من رمضان، وهيبدأ الشمس بقى يعني خلاص زالت، وهنبدأ في اليوم اللي هو يكون يوم واحد شوال، يوم العيد سبحان الله، بنبدأ ان احنا نخرج الزكاة للفقراء. يا عم الشيخ، احنا عايزين نخرجها بدري. يا عم الله يبارك لك، انت معاك زكاة المال، معاك زكاة عروض التجارة، معاك زكاة الزروع، معاك انواع زكوات اخرى، فما تجيش بقى تعلق الموضوع بتاع حياة الفقير كلها في التلاتة كيلو ارز اللي انت هتخرجهم للفقير دول. يا عم اتق الله سبحانه وتعالى، انت قلبك على الفقير قوي يا سيد، ودي الفقير كل يوم بعشر جنيه، شوف على مدار شهر رمضان هتودي له كام، او قبل شهر رمضان. فما تجيش بقى تعلق الموضوع كله وتقول لا نديله فلوس. يا عم النبي قال لك من غالب كوت البلد، يعني البلد بتاعتنا اللي بتاكل رز كتير مثلا، يا ربنا يديم علينا نعمه ويحفظها على المسلمين والمسلمات، امين يا رب، يبقى تديله ايه؟ ارز. يا عم احنا عايزين نديله فلوس. طب خلي بالك الرز برضه اليوم ده ب 35 جنيه. طيب يا سيد قلبك على الفقير؟ طب متاكد يعني؟ طيب اعطيه زبيب، ما هي دي من الانواع اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال ان احنا نعطيله. تعالى يا سيدي، انت عندك مثلا ثلاث افراد في البيت او اربع افراد، هتعطيه 12 كيلو زبيب، او هتعطيه 9 كيلو زبيب، اظن ساعتها هتجيب بقى في راسك الزبيب كذا، لا لا ده كتير يا عم الشيخ، اديني يسر. طيب اديني يسر. ربنا يقول سبحانه وتعالى في حق النبي عليه السلام: وان تطيعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. يبقى تخرج الزكاه في الوقت اللي النبي عليه الصلاه والسلام علموا اياك. وخلي بالكم يا جماعه ان موضوع الزكاه ده فرض، انسان بيقدر يجمع اكله ويجمع شربه، وانسان فقير بس بيقدر يجمع يخرج الزكاه. فيه يعني سبحان الله جنين ولد في ليلة العيد اللي خلاص هيبقى صباح العيد إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ده يتخرج عليه الزكاة. وما تبقوش متشددين، خلي عندك يسر، واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قلبك على الفقير يا صاحب المال. في ناس يا جماعة معها 200 مليون جنيه مصر مثلا، أو يعني أنت في أي بلد أيا كانت العملة عندك، ريال أو يورو أو دولار أو درهم أو دينار، اللي معاك 200 مليون، واجب عليك أن أنت تخرج زكاة المال عليهم سنويا بالتاريخ الهجري. خلي بالك تخرج عليهم 5 مليون جنيه. فأني بسألك أنت يا صاحب المال، بتخرج الخمسة مليون جنيه اللي ربنا سبحانه وتعالى منحك هذا المال؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله سبحانه وتعالى حدد يعني أنواع الصدقات والزكوات، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأنت بتجد إنسان بيجي على زكاة المال، رجل يعني الواجب عليه يخرج 5 مليون، بقوم جايب لك حاجة ب 200 300 ألف ب 500 ألف جنيه، نصف مليون جنيه، وبعدين يقول لك: ده أنا هجيب شنط، إزازة زيت زي ما بيقولوا، كيلو سكر، كيس مكرونة، كيس شعرية، باكو شاي، وبعدين حبة رز، ومعهم إيه 100 جنيه، وتحطهم ويروح يعطوهم للفقير. هذا غير صحيح يا جماعة. زكاة المال بتكون مال، زكاة الزروع بتطلع من الزرع، زكاة الفطر الأنواع التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام. فما تجادلش كتير وما تخدعش نفسك، بس انت ودي الفقير على مدار السنة وربنا هيرضيك وربنا هيخلف عليك. لكن ما تجيش تتلكلك وتقول ان احنا مثلا متشددين. لا والله مش متشددين، اللي بيمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام مش بيبقى متشدد. والفرق بين الصحابة وبيننا يا جماعة ان هما مش كانوا بيختارهم، كان عندهم السمع والطاعة. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الصحابة كان عندهم سمع وطاعة بدون اختيار بدون تردد. نسأل الله أن يرزقنا إياكم السمع والطاعة، وياريت يا جماعة نشارك الفيديو ده بقدر ما نستطيع لعل البعض أن يستفيد. كل عام أنتم بخير. أخرجوا زكاة أموالكم، أخرجوا زكاة الزروع. الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أسأل الله أن يرضى عنا وإياكم، وكل عام وأنتم بخير. والله بلغنا وإياكم ليلة القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.